مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن المواجهات العنيفة التي تشهدها جبهة مريس، وكذلك سيعرج بنا الحديث عن دور السلطة الشرعية في دعم هذه الجبهة بعد 3 أشهر من المواجهات العنيفة هناك. ثلاثة أشهر مضت على بدء المواجهات في جبهة مريس البوابة الشمالية لمحافظة الضالع، ولا تزال هذه الجبهة تشهد معارك عنيفة حتى الآن. اليوم كانت معارك عنيفة على عدة جبهات في مريس وعلى طول المنطقة الممتدة من حمك في قعطبة والمناطق المحيطة بها والتابعة لمحافظة إب، مرورا بالسلاسل الجبلية المحيطة بمضرح وفي تلك المنطقة الواقعة بين دمت ومريس من جهة العرفاف، وكلها مناطق مشتعلة منذ أسبوع على الأقل. تحاول ميليشيا الحوثي والمخلوع استعادة السيطرة على بعض المواقع التي كانت المقاومة قد سيطرت عليها في إطار سعي الميليشيا للوصول إلى الضالع، ولكن المقاومة تعمل على إعاقة ذلك التقدم منذ 3 أشهر، بل وحققت انتصارات كبيرة مكنتها من دحر الميليشيات في أكثر من منطقة، حتى باتت المقاومة على مشارف دمت وإب أيضا. إلى أن استمرار تعزيزات الميليشيا التي تتوالى بشكل يومي يجعل من جهد المقاومة أمرا لا طائل من ورائه في ظل استمرار تجاهل الحكومة الشرعية وعدم توفير الدعم الذي يمكن المقاومة من الصمود وهزيمة الميليشيا. أكثر من 3 أشهر ومقاومة مريس تواجه ميليشيا بجهودها الذاتية، بينما الشرعية والتحالف غائبين عن المشهد في تلك الجبهة، على الرغم من أهمية تلك المنطقة التي تعد بوابة الضالع، والتي من الممكن في حال سقوطها لا سمح الله في أن الضالع ستكون في وجه مدفع الميليشيا مباشرة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث سنتحدث عن المقاومة في مريس، وسنناقش هذا الموضوع في محورين: الأول مستجدات الوضع في جبهة مريس، والثاني أين السلطة الشرعية مما يجري في مريس. وقبل أن نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام، نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود نتابع. مواجهات هي الأعنف خلال 3 أشهر من المعارك تشهدها المناطق الواقعة بين دمت ومريس بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع. خلال اليومين الماضيين كانت الميليشيا الانقلابية قد شنت هجوما واسعا على أكثر من محور على جبهة مريس بهدف السيطرة على مناطق تتمركز فيها المقاومة، لكن المقاومة تصدت لتلك المحاولات وكبدت الميليشيا خسائر فادحة. وذكرت مصادر محلية إن المعارك اندلعت في قرية رمة وجبل مضرح والذاري بعد هجوم للحوثيين وقوات صالح على مواقع للمقاومة في تلك المناطق، والتي كانت المقاومة قد خاضت خلال الأسابيع الماضية معارك شرسة لاستعادتها. وأضاف مصدر في المقاومة أنهم تصدوا لمحاولة التقدم، وأدت المعارك لمقتل فردين من المقاومة وإصابة 3 آخرين، فيما قتل أكثر من 12 مسلحا من الميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع خلال تلك المواجهات. منذ أكثر من 3 أشهر ومريس تقف وحيدة في وجه آلة القتل الحوثية، ما يقارب 40 شهيدا وأكثر من 100 جريح، تكلفة باهظة بالنسبة لمجموعة قرى. ولكن مريس كانت تعرف منذ البداية أن تكلفة الخيار الذي مضت فيه ستكون ثقيلة، وهي حتى الآن تقدم كل ما يمكنها تقديمه وأكثر. كانت المقاومة في مريس قد تمكنت من إيقاف تقدم ميليشيا الحوثي والمخلوع باتجاه الضالع، بل واستطاعت أن تعمل على تحرير مناطق على مشارف مدينة دمت المجاورة بانتظار الدعم اللازم لاستكمال تحرير دمت الواقعة تحت سيطرة الميليشيا منذ نوفمبر الماضي. لكن يبدو أن ذلك الدعم لن يأتي مع استمرار السلطة الشرعية في تجاهل ما يحدث على جبهة مريس، رغم كونها البوابة التي تجعل الضالع بين يدي الميليشيا مرة أخرى إذا ما انكسرت وتمكن الانقلابيون من تجاوزها. إذن مشاهدينا الكرام، سنخصص الحديث في هذا المساء عن واقع المقاومة في مريس في ظل استمرار تجاهل السلطة الشرعية لما يجري هناك. معنا الآن من مريس القيادي في مقاومة هناك عبد السلام المنصوب. أهلا بك أستاذ عبد السلام. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أستاذ عبد السلام، إذا ما أخذنا صورة عامة عما يجري في هذه الأثناء على الأرض، كيف تبدو صورة المعركة مع الميليشيا؟ ما هي آخر المستجدات، خصوصا في ظل استمرار محاولات الميليشيا لاستعادة ما فقدته في الفترة السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر قناة بلقيس على هذه الاستضافة، ونشكر الأخوة المشاهدون. بالنسبة لمقاومة مريس، منذ 4 أشهر وهي صامدة وثابتة وراسخة، وقد دحرت هذه الميليشيات من مريس وأصبحت مريس محررة بالكامل
واصبحنا الان على مشارف مدينه الدم، وقد تم اخذ اكثر من منطقه او من قريه من مدينه الدم، ونحن مستمرون ونواصل ان شاء الله هذا المسار، ولن تثنينا قوه هذه الميليشيات التي اصبحت قوه الدول وتتحكم بها من الجيش ومن العتاد، ولن ايضا تثنينا شحه الامكانيات التي نعاني منها. طيب يعني كان هناك تقدم في كان هناك تقدم في جبهة حمك اليوم، تحدثت الأخبار عن تراجع للمقاومة في بعض الجبهات في موريس، ما هو سبب هذا التراجع إن كان موجود فعلا؟ التقدم اليوم للمقاومة في حمك وأخذت أكثر من موقع، والتراجع نعم نسمعك أستاذ عبد السلام. التقدم مستمر من الآخر للمقاومة في حمد وأخذت أكثر من موقع، وتقهقرت ميليشيات الانقلاب، والآن المقاومة في سوق الليل وهو كادر. ماذا عن مريس أستاذ عبد السلام؟ ماذا عن هل هناك تراجع في المقاومة في مريس؟ لا، لم تتراجع المقاومة في مريس، بل في تقدم، وإنما تحاول الميليشيات الانقلابية أن تصنع لهزائمها انتصارات من خلال محاولة التسلل أو محاولة الهجوم على المواقع التي يوجد فيها المقاومة، لكنها تنكسر هذه وتلاقي بالفرار، وكل يوم ونحن نتقدم، وكل يوم ونحن ناخذ موقع او موقعين من مواقع هذه الميليشيات رغم شحة الامكانيات الموجودة عندنا. طيب بالحديث عن شحة الامكانيات استاذ عبد السلام، بالحديث عن شحة الامكانيات، كيف هو دعم الحكومة الشرعية والجيش الوطني للمقاومة في مريس؟ نستغل هذه الفرصة عبر منبركم منبر قناة بلقيس الحر، نحن يا أخي والعالم يسمع والأخوة المشاهدون يسمعون، نحن إلى الآن لم نتلقى دعما منها الشرعية، وكأن مقاومة مريس مغيبة تماما من الشرعية، ونحن نطالب الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي أين موقع مقاومة مريس من هذه الشرعية؟ ألا يعلموا أن مقاومة مريس أنها البوابة الشمالية للمحافظات الجنوبية؟ فاسقطها وثبات هذه المقاومة، كان هناك درع حصين المحافظات الجنوبية، فنحن الدرع الذي نتلقى الثبات والضربات والتضحيات، إلا أن الشرعية لم تلفت انتباهها الى هذه المقاومه وكانت مغيبه تماما، فسلاحنا السلاح الشخصي هو الذي نقاتل به، والخفيف او المتوسط، وبالنسبه للسلاح طيب هل هناك تواصل معكم باعتبار ان المنطقه العسكريه الرابعه الضالع التي تتبعها مريس هي تتبع هذه المنطقه العسكريه الرابعه، هل تتواصلون مع القياده هناك للحصول على الدعم؟ نحن تواصلنا مع بعض القيادات في المنطقة الرابعة الممثلة في محافظة الضالع، إلا أنهم قيل لنا نحن لسنا مسؤولين عنكم ولا يوجد شيء عندنا، فعليكم أن تتواصلوا بالتحالف، التحالف يتواصل معكم مباشرة، نحن شيء عندنا مخصص لمقاومة مريس، هكذا ردوا علينا بهذا الشكل، والتحالف لم ماذا عن التحالف؟ والتحالف لم يعطينا الدعم الكافي، لا في السلاح لا في الذخيرة، إلا ما كان في بداية المعركة قبل 4 أشهر الشيء النادر الذي لا يذكر، والآن تصور أن
الذخيرة سواء الخفيفة أو المتوسطة أو الثقيلة نشتريها بأموالنا الشخصية الخاصة من الدعم ومن تبرعات الأهالي في المنطقة. فالناس الآن يخوضوا معركة كرامة لن تفنيها هذه عدم الإمكانيات أو الدعم، لكن نحن بفضل الله ثم بفضل مقاومة مريس وأهالي مريس والأخوة المنصورين في مريس نحن صامدون، وإنها معركة كرامة لن يمروا، لن تدخل هذه الانتهاكات إلى مريس مهما كان الأمر إلا إذا كنا جثة هامدة. أما إذا أرواحنا تنبض في أجسادنا لا يمكن أن يطأ بقدم هذا الانقلاب على منطقتنا. طيب تفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد السلام. ينضم إلينا الآن من مريس العقيد أحمد الجرادي. مساء الخير سيادة العقيد. مساء النور والعافية. حياكم الله سيادة العقيد. أنتم في الجيش الوطني كيف تعملون على دعم المقاومة في مريس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ونمتر على أدر المجتمع. ما بعد نحن والحمد لله منذ يعني قرابة الأربع أو خمسة أشهر بعد أن استعدنا معسكر الصدعي الأحضان الشرقية نعمل على دعم المقاومة في يعني أربع كانت لدينا ثلاث جبهات رئيسية، جبهة جبن، جبهة دم، وجبهة صدر حمد. قدمنا لهم الدعم بمدن ومخابرات عسكرية في هذه المجالات، وتم تدريب وإعداد بعض المقاتلين للدفاع عن هذه المناطق، والحمد لله أنها حققت شيء طيب نحمد الله على ذلك. طيب هناك معسكر الصدرين سيادة العقيد يعني هو موجود بالقرب من مريس، أين هو وأين منتسبي وأين آلياته مما يحدث فيها؟ كيف؟ معسكر الصدرين موجود بالقرب من المنطقة، هل تسخر آلياته ومنتسبي لي يعني للمقاومة في مريس وللدفاع عن المنطقة؟ نعم، معظم آليات أود أطلعك يا أخي وأطلع الأخوة المشاهدين أن معسكر الصدرين لم يكن فيها الأسلحة الكافية سواء بضع دبابات يعني في 55 والأخريات دبابات في 34 قديمة جدا، كذلك الذخائر ولدينا بعض القطع المدفعية. فساردنا بها هذه الجبهات خلال المعارك الحالية والمعارك التي دارت في دم تجبن. طيب تفضل بالبقاء معنا سيادة العقيد أحمد الجرادي. أعود إلى الأستاذ عبد السلام. أستاذ عبد السلام يعني ما هي مطالبكم لقيادة الشرعية، قيادة الجيش الوطني، السلطة الشرعية، التحالف، وكذلك بالنسبة لموضوع الجرحى كيف يتم التعامل معكم في هذا الملف من قبل المسؤولين؟ الجيش الوطني الممثل في معسكر الصدرين مريس هو يؤدي واجبه على أكمل وجه، ولكن كما سمعت من الأخ العقيد إمكانيات قليلة، العربات معظمها معطلة إلا الأربعة المذكورة، وقذائف تشترى من السوق السوداء، والأخوة الموجودون في الجيش في معسكر مريس يؤدي واجبهم بأماكنهم وفي المقاومة بجانبنا، لكن كأن هناك حلقة مقطوعة بينهم وبين الشرعية. هذا المشكلة الذي نحن نعاني منها، وحال معسكر مريس هو مثل حال المقاومة في مريس. نحن تلفت انتباه أو نظر الشرعية أو التحالف إلى هذا المعسكر أو أفراد الجيش الوطني الموجودين في معسكر مريس من مرتباتهم ومن عرباتهم ومن تسليحهم، والتسليح المضمون والنوعي الذي يقوم بدوره كمعسكر وكقياده في مريس لاقامه مهماته امام هذه الميليشيات الانقلابيه،
وعندهم القدرة إلا إن حلقة منقطعة، وهذا يعني غفلة من قيادة التحالف والشرعية. أما بالنسبة للجرحى يا أخي كلها على جهودنا الشخصية، الجرحى معظمهم على حسابهم الشخصي، إلا ما كان هناك نادر من الدعم البسيط الذي لا يذكر، وسواء كانوا في عدن أو في الضالع أو في بيت قاطبة، فمعاناة شديدة في حالة الدعم، عدم العلاج الكافي أن يتناول هذا الجريح علاجه الكافي حتى يشفى، ومعظم الجرحى تعالج عبر دعم من المنطقة أو أموالهم الخاصة، إلا كما قلت لك إن لولا أن معركة كرامة ووقوفه ومصنوف أم هذا العدو الانقلابي فلن تفنيها مهما كانت شحة الإمكانيات في علاج الجرحى. ونحن خضنا هذه المعركة يا أخي في البداية وحللنا البندقية ونحن نعلم الثمن إن الشهادة أو الموت دون أن ننتظر أي دعم يأتي من الخارج أو من الداخل، نحن حملنا بندقيتنا للدفاع عن كرامتنا وعن منطقتنا أمام هذا التمرد الانقلابي والطائف والزمرة التي لا تعرف أي حق لهذا الإنسان. طيب تفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد السلام مرة أخرى. أعود إلى الأستاذ السيادة العقيد أحمد الجرادي. سيادة العقيد، الأستاذ عبد السلام يتحدث عن وجود حلقة مقطوعة بين الجيش الوطني المتواجد في معسكر الصدرين والمتواجد في مريس وبين القيادة العسكرية، هل هناك تواصل معكم ومع المنطقة العسكرية الرابعة، وما هي الردود التي تصل إليكم؟ كما قال الأخ الأستاذ عبد السلام، لكن هناك بعض التواصل ولكنه ليس في المستوى المطلوب، يعني تواصل متواضع حدود بسيطة وإمكانيات بسيطة لا تؤهلنا لخوض معركة هجومية، وإنما بإمكانيات متواضعة دعم يعني محدود، لا أقول لك أنه دعم لا محدود وإنما دعم محدود لغرض البقاء، أما دعم يؤهلنا لخوض معركات هجومية على القطاع بشكل عام هذا مفقود. أيضا التواصل مع قيادة المنطقة هناك عبر رئاسة الأركان، لا أظن أن هناك تخاذل، ولكن توسع جبهات القتال، ونحن نطالب قائد المنطقة الرابعة ونحن من أبناء المنطقة الرابعة سواء في الضال أو في تعز أن ينظروا إلى جبهتي الضالع وحمد وكذلك جبهة كرش الوازعية باب المندب ولا يغفلوا عن هذا، لأننا بحاجة إلى دعم كبير. طيب يعني بسؤال أخير سيادة العقيد، يعني كان قائد المنطقة العسكرية الرابعة تحدث إلينا في وقت سابق عن تدريب لأفراد المقاومة لاستكمال السيطرة على ما تبقى من مديريات في الضالع وكذلك في إب، هل يجري تدريب الأفراد بشكل كافي وهل يتم تدريبهم؟ أنا أقول لك بصراحة وصدق، أفراد المقاومة في منطقة حمك وفي منطقة مريس دم تم تدريبهم على أيدينا، لم يتدرب أحد على أيديهم في تلك المناطق ولم يجول بأفراد مدربين في المناطق غير المناطق التي تدربت درهم في الصدرين، دربناهم في دم، والآن كذلك دربنا بعض أفراد المقاومة من حمص بإمكانياتنا الشحيحة وبدعم يعني شخصي وبدعم من رئاسة هيئة الأركان العامة، وهذا الذي بالنسبة للتدريب، والتدريب كان تدريب يعني محدود، حتى المتدرب لا يحصل على التدريب الكافي في الأعمال القتالية، وإنما التدريب
لكي لا يستطيع ان يحمي نفسه اثناء القتال، كيف يخوض كيف يتحرك في ارض المعركه. تجد كل مجموعه 10 أيام فقط لا يقضي التدريب الكافي. أشكرك شكرا جزيلا العقيد أحمد الجرادي، كنت معنا عبر الهاتف من مريس. أعود إلى الأستاذ عبد السلام. أستاذ عبد السلام، يعني بعد مرور أكثر من 3 أشهر ربما 4 أشهر، كيف تبدو مقاومة مريس الآن؟ الحمد لله بعد هذه المدة الكبيرة إن مقاومة مريس صامدة والمعنوية والله مرتفعة. تصور يا أخي أن نساءنا قالت لنا بهذه العبارة: اخرجوا قاتلوا هذه الميليشيات وإلا سنخرج نحن نقاتلهم. فرفعت معنويتنا وجعلتنا صامدون وثابتون، لن نحيل أو نميل، لن نكل أو نمل، لن تفنينا أي ماديات ولن تخيفنا عتاد وقدة هذا العدو. نحن والله من خلال تجربتنا معهم في المعركة إنهم ناد بالفرار وإنهم خوافون وإنهم يتقهقروا مجرد ما نعمل أي عمل نوعية أو أي هجوم، نفشي هجومهم ومخططات إنهم يفرون أمامنا، لا يملكون أي خبرة وهم بذلك لا يحملوا أي قضية سوى قضايا الوهم. لكن نحن أمام هذا العدو المتقهقر صامدون، ولذا لولا صمودنا وثباتنا وتحدياتنا لهذه العوائق ما وقفنا هذه المدة، رغم أنهم كانوا يتجاهلون هذه المنطقة وتناسوا دور هذه المنطقة من السبعينات حين وقفت أمام النخروع في بداية حكمه على اليمن الطاغي، ووقفنا أمامه بأسلحتنا الشخصية. واليوم نكرر هذه الأسطورة، نحن سنقف ونوقف ونوصي أبناءنا بالوقوف أمام هذا الطاغية حتى لا ينجس ولا يدنس منطقتنا إن شاء الله. وقادم على دم وعلى الرضمة، وعبر منبركم ننادي إخواننا في دم وفي الرضمة أننا سنصل إليهم ونمد أيدينا، أيدي الحب، أيدي التكافل، أيدي التعامل، أيدي التعاون، لا أيدي الدمار، لا أيدي سحب النساء والأطفال من بيوتهم، بل سنبني ونعمر ونلتحم ونمر ونمرر عليهم مشروع الحوثة الذي أراد أن يؤسس في المنطقة الثأر والانتقام من خلال قتالنا ومن خلال تفجير المنازل. نحن نقول لهم ائمنوا وكونوا على فكرة واطمئنان، نحن لا نفجر، نحن لا ندمر، نحن لا نختطف، أشكرك. نحن لا نرعب، نحن لا نفزع أحدا، بل سنكون مؤمنين وآمنين ونبث السلام والمحبة والأخاء. نحن أخوة وعلاقتنا علاقة دوار ومحبة، وبهذا إن شاء الله تكتمل المحافظة من تطهيرها من هؤلاء الميليشيات الانقلابية وتكون محافظة ضلع محررة. وقادم بإذن الله إلى محافظة إب عبر الرضمة وعبر مديرية البلاد الشعيبي والصبرة. أشكرك. أمامك. وبهذا إن شاء الله نحن معنويتنا مرتفعة كما قلت له، وليس مبالغة بل حقيقة وملموسة عند كل المقاتلين. أشكرك شكرا جزيلا القيادي في مقاومة مريس الأستاذ عبد السلام المنصوب، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. الآن ينضم إلينا مشاهدين الكرام من عدن الصحفي والمحلل السياسي أستاذ فؤاد مسعد. مساء الخير أستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد، يبدو إذن أنه انقطع الاتصال بالأستاذ فؤاد مسعد. إلى حين أن نعود إلى الاتصال مع الأستاذ فؤاد مسعد أو إعادة التواصل معه، ألخص لكم ما قاله الأستاذ عبد السلام المنصوب القيادي في المقاومة بمريس. تحدث عن أنه منذ 4 أشهر والمقاومة هناك صامدة على الرغم من قلة الإمكانات التي يمتلكونها وعدم وجود دعم كافي أو عدم وجود دعم من أساسي من قبل الجيش الوطني و
قوات أو السلطة الشرعية الحكومة الشرعية، تحدث على أن المقاومة هناك تقاتل بالإمكانات البسيطة الموجودة لديها بإمكاناتهم الشخصية الفردية. تحدث كذلك على أن المقاومة تتقدم الآن في حمك وتأخذ الكثير من المواقع في كل يوم وآخر. تحدث على أن سوق الليل قد سيطرت عليه المقاومة وهو في محافظة إب وليس في محافظة الضالع حتى. تحدث على أن ميليشيات الانقلاب تتقهقر وأن المقاومة تتقدم في الكثير من المواقع. انضم إلينا الآن الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ فؤاد مسعد من عدن. مساء الخير أستاذ فؤاد. مساء النور، مرحبا، حياكم الله أستاذ فؤاد. بعد قرابة 4 أشهر تقريبا من المقاومة في مريس، لا يبدو إلى حد الآن أي مؤشر على تقديم السلطة الشرعية للدعم لهذه الجبهة، ما الأسباب برأيك؟ أستاذ فؤاد؟ نعتذر مشاهدينا الكرام ومن الأستاذ فؤاد مسعد على رداءة الصوت من المصدر. إذا مشاهدينا الكرام، كان معنا قبل قليل الأستاذ عبد السلام المنصوب القيادي في المقاومة الشرعية، وكذلك القيادي أو العقيد أحمد الجرادي في من مريس. تحدثوا على أنه صحيح أن هناك معسكر الصدرين الذي يقدم الدعم للمقاومة هناك، لكن الآليات العسكرية الموجودة هناك هي قديمة ولا تكفي لجبهة ممتدة كجبهة مريس. إذا مشاهدينا الكرام، تحدث كذلك القيادي أحمد الجرادي على أن القوات التي تقاوم هناك لم تتدرب خارج المنطقة، بل درب الكثيرون منهم بداخل مريس، خاصة في مناطق دمت وكذلك بعض الأفراد من محافظة إب. إذا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. في الختام أشكركم وأشكر الضيوف الذين كانوا معنا عبر الهاتف، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.